السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عزيز من فيزيون تكنولوجي. اليوم أنا جيت نخلص دار الضريبة هنا في تمارا، وفوجئت بواحد الحاجة اللي هي زوينة بزاف، فأتمنى أنها تعمم في جميع الإدارات العمومية، هو أن بالنسبة للمكوفين وضعاف البصر كان واحد الأكسيسيبيليتي أو إمكانية الوصول في هذه الإدارة، بحيث أن كان هناك شبابيك الأداء وكان واحد الصوت اللي تيهضر تيقول لك الرقم ديال الشيكي اللي عندك باش ندوزو الى شبك. يعني بالنسبه لكم في ضعف البصر هذه مساله جميله، ونتمنى انها تعمل. 16 هذا الرقم ديالي، هذا الرقم ديالي انا دابا نخلص. فكره رائعه وجميله، ونتمنى انها تعمل. السلام عليكم.